الله يرحمك يا محمد. اخواتي واحبائي ايضا، دعونا ندعو بالشفاء الذي لا يغادر سقما لابن الاهلي ولاعبه المميز مؤمن زكريا. كنا نتمنى وجوده اليوم معنا، ولكن تعذر لظروفه الخاصة. لاعب الذي ضرب مثالا للصبر عند البلاء، ربنا يعفو عنا وعن أمة المسلمين، ويا رب يرجع مؤمن زكريا مرة أخرى إلى أحضان النادي الأهلي وإلى زمايله في النادي الأهلي، وهذا عن رب العالمين ليس ببعيد.